أقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم. كمال عمارة مدير مدرسة حسين بوزين ومدير مهرجان رفق مدرستي في دورتي الثانية. الفكرة انطلقت من بسيطة، خذينا تلامذة عملنا لها مرحلة للريف، تلامذة الزمني ما عندناش إمكانيات باش نزلوا تلامذة للريف خاطر عنده علاقة ببرنامج، حبينا نحولهم من الريف للمدينة. وانطلقت الفكرة، عملنا عملنا مهرجان في الدورة الأولى، وبفضل الحقيقة الجهود خاصة ودعم الأولياء اليوم يشجعونا وأزرنا ودعمونا المادية، نستغل الفرصة باش نشكرهم بصفة خاصة. وعملنا الدورة هذه الثانية باش أول حاجة باش نفرق السيارات أساسا معناها الترفيه وكذلك التعليمية، لأن حتى المهرجان نستغلوه في الرسوم وكذلك في الإنتاج الكتابي، ونعمل مسابقات بعد وأحسن إنتاج واحد رسم نعطوه جائزة، إذا هو ربط بينما هو تعليمي ومعناها هو تثقيفي. ثم حبينا نوروا رسالة أنه راهو بالثقافة معناها نجموا معناها نغرسوا ثقافة الحياة ونتغلبوا على العنف ونتغلبوا على الإرهاب ونغرسوا في السيارات الضمة اللي هم الجيل اللي باش يكونوا إن شاء الله مستقبل تونس. حبينا نحيي المهرجان ضايا أحيتها مدرسة الحسين بوزيان وأحيتها كذلك التراث الوطني، وذي مش أول مرة، ذي ثاني مرة وإن شاء الله يتعاود عام الجاي كان قنحين. الحمد لله تفرهدت، شفنا فرسان، شفنا الجحفة، شفنا الجمل، التراث جانا للمدرسة أحيانا زيد. حبت أمين كان فيه المهرجان حسنيا وجمولاته والعام فرهدتوا؟ أي الماكلة التقليدية. الحمد لله إن شاء الله يتعاود المهرجان، المهرجين سمحوا وروسية وجمود إن شاء الله يتعاود. المدرسة هذه مدرسة حسين بوزيان، ما هي هذه يا خيتي وأولادي وعائلتنا الكل خرجنا منها، خرجت أولادنا منها دكاترة ومعلمين وأساتذة وطب وكل خرجوا من المدرسة هذه، أولادنا الكل يقروا فيها. معنا وليد وسيلة سالم، كيفاش تفعلتوا وانتم كاولياء مع المهرجان هذا؟ والله عن اول جابوه صناعه وذوبه، يعني عجب الناس كل صغار وكبار، وخلي فردوا الصغار يفردوا على الكبار في نفس الوقت. من البارح ما جاش النوم بالنسبه لبنتي، ما جاش النوم خلاص في السته، من السته فاق وفاق فرحان وقت الاولياء تبرعت المدرسه، وان شاء الله يعاودوها وان شاء الله تواصل الاحتفال يتواصل. وداد سرايتي فرحت بالجيتي لمدرسه حسين بوزيان، المهرجان رائع جدا، كان فيه بروسيه وكان فيه لباس التقليدي نتاعنا، جبت معايا صغيرات يتفردوا بسلامتهم هما لهنا معايا، ما نجمش نوصفه لك معناها درجة الفرحة نتاعنا، فرحة صغيراتنا، الصغار تفردوا والكبار زاد كذلك، هاك تشوف الدنيا معناها كيفاش. العرس المدرسي هذا نحب نقدم تحية شكر وتقدير للإدارة مدرسة الحسين بوزيان على المجهود اللي بذلوه وعلى الفرحة اللي زرعاها في عند وليداتنا، وبصراحة شيء يعمل كيف دخلوا لوليداتنا الفرحة ويدخلونا لنا نحن الفرحة، على خاطر بصراحة في الظرف الصعيب هذا يبدينا نشكوا في كل شيء، لكن اليوم في العرس هذا نظرة أمل نظرة تفائل ومستقبل أولادنا ومستقبل تونس بهكا معناتها بالحركة الرمزية هذه، بصراحة الواحد يروح متفائل وفرحان، وبالطريقة هذه بالتفائل هذا رانا نجم وقدموا ونشد على يديهم ونقول لهم إلى الأمام. إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.